السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألديك حلم هناك؟ هناك حيث الصنف الراقي من البشر كما يزعمون، والوصول إلى أوروبا بلاد الأحلام. نفسي أسافر بأي ثمن. هناك حيث تحزم الحقائب للهجرة. الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. كذلك كان عندي حلم كبير من الصغر عندما كانت عندي 10 سنوات، وكان حلمي يعني أوروبا. أنت وصلت أوروبا سنك كم سنة؟ 15 سنة. حلم يتردد وزاد الطين بلة ذهاب كثير من مظاهر العزة، والظن أن غاية الإسلام إنشاء فردوس أرضي، حتى غدا هذا الحلم صنما في القلوب. كلما علموا شيئا من الشريعة قيل لو كان خيرا لسبقنا إليه الشرق المتقدم أو الغرب المتحضر. أصنام ولها زخرف، الأمر أشبه بعوالم افتراضية حالمة يظن الكثير أنها حقيقة ويسيل لعابه لدخولها. يابان طوكيو في عز هذا التطور وفي عز هذا الازدهار، والواقع ليس كذلك. الازدهار الاقتصادي والمدني وحتى الأخلاقي اسمه ديمقراطية، كلها كذب. من ذاق عرف الذي جرى للمسلمين هناك من جراء هذه الهجرة لم يسبق له مثيل، وتجد الكثير ممن هاجر من المسلمين هناك كل همه أن يثبت صلاحه واندماجه مع القوم. أنا أعلم أخي أنك تحلم بالهجرة هربا من واقع معين امتلأ صدرك بمقته وبغضه، وأنت بهذه الهجرة تبحث عن بديل، لكن المشكلة أن ما تهرب إليه أكثر مقتا عند الله جل وعلا. هذا الحلم، هذا الصنم إن صح التعبير، حيث البلاد الغربية الخضراء، حيث المجتمع المنشود هذا الذي تظن أنك تستأمن فيه على زوجك وطفلك، هذا لا تسعه ساعات لحكاية المخازي التي فيه، ويحتار المرء من أي شيء يبدأ لكشف هذا الرقي الغربي المزعوم. حتى قيل نرى في المشرق والمغرب إسلاما ولا نرى مسلمين، والحقيقة أنك أمام مجتمع فيه من صور المقت ما تنزهت عنه العوالم القديمة والعياذ بالله. اسمع ما أنت مقبل عليه، أنت أمام مجتمع أراضيه خضراء، لكن جزء كبير من اقتصادهم يعتاش على تصدير السلاح إلى مناطق الاحتقان والنزاع، وفي نفس الوقت تسمع تغنيهم بحب السلام العالمي ورعاية حقوق الإنسان، يعني يدينون المتحاربين في النهار ويبيعون عليهم السلاح في الليل مصالح. وها هي الحرب الأخيرة تكشف قدر الخذلان الذي يمارسه القوم، فلا شعار ولا مبدأ فوق المصالح. أنت أمام مجتمع أخضر منعم في الظاهر، لكن ما أسهل أن تأخذك فيه الدنيا ويذهب عمرك في جمع المال. المال هناك هو كل شيء، والربا فيه فاشن، والكل منخرط في عجلة رأسمالية متوحشة لا ترحم لا امرأة ولا ضعيفا، ومجرد غيابك عن العمل أياما يعرضك أن تكون مشردة هوملس في الطرقات كما يقال. مجتمع حيث النهم الشديد على شرب الخمور وأكل الخنزير، مع أن أكثر الأمراض انتشارا وفتكا بحسب منظمتهم للصحة العالمية الكحول سبب رئيسي لها، فبلاد فيها هذا الرجس منتشر كيف يكون للمؤمن مقام فيها؟ أنت أمام مجتمع حيث التصالح مع كل مقدمات الفاحشة من خلوة واختلاط ونمط أسري منحل، حتى غدا التحرش والاغتصاب ظاهرة شائعة، بل هناك استعباد جنسي واستغلال حتى للأطفال في هذه القذارات. مجتمع حيث الأمر تعدى انجذاب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، بل فشى فيهم اللواط والبيدوفيليا ونكاح البهائم والدمى وعجائب تطيش منها العقول. شيء قبيح يا أخي، كفيل بأن يفارقهم من في قلبه شيء من الفطرة والإيمان. مجتمع حيث أعداد الأطفال اللقطاء فيه أعداد مهولة، وفي المقابل أعداد الأطفال القتلى بعمليات الإجهاض كبيرة جدا كذلك. مجتمع حيث استرجلت المرأة وتحولت فطرتها، ولم يراعوا ضعفها وحملوها ما لا تحتمل، جردوها من الحياة وعروها باسم الحرية وبدعوى Strong Independent Women، وشهدنا هناك بدء صناعة الأفلام الإباحية وهي أبشع ما أنتجته الحضارة الحديثة في حق المرأة، لكن طالما في ذلك مصلحة الرأسمالية وجني الأموال فهذا فن وتحضر والعياذ بالله. يعني هذا مجتمع الرجل فيه جرد نفسه من كثير من المسؤوليات تجاه المرأة بحجة تحريرها، وبقي يأخذ منها أهم ما يريد أخذه وبشكل أيسر بكثير من السابق، والله المستعان. مجتمع حيث النمط المعيش المنحل دمر أسرهم وفعل فيهم ما لا تفعله الحروب، وتسبب بشيخوخة الفرد ونقصان الأيدي العاملة بشكل واضح، والذي سيتسبب لهم بنكسة اقتصادية قوية قادمة، ولكنهم قوم بنوا مجدهم على جماجم الشعوب وما زالوا إلى اليوم يحلون مشاكلهم بسبي الشعوب الأخرى.
مجتمع حيث يفشو فيهم الأمراض النفسية ما الله به عليم، ولم يتمكنوا من صيانة أنفسهم من هذه الأمراض والأوجاع التي سلطها الله عليهم، مع أنهم متقدمون علميا كما يقال، ولكن في هذا عبرة بأن أمر الله نافذ ولو كره الكافرون. أنت أمام مجتمع حيث تفشو الأمراض النفسية والاكتئاب كأشد ما يكون، وهناك عشرات من المنتحرين يوميا، وكثير من تلك البلاد نسبة الجريمة فيها أعلى مما هي عليه في عامة بلاد الإسلام. مجتمع حيث انعدمت فيه الغائية، الأمر الذي دفعهم للتفنن في صناعة اللهو، كرة قدم، ألعاب، أفلام، مسلسلات، دراما، كوميديا، أكشن، جيمز، غلوا في ذلك في صورة لم تحصل قبل في التاريخ، وكل هذا هربا من ألم انعدام معنى الحياة، وهذا ما ستجده أمامك في أشد صوره حال هجرتك. والعجب طبعا من شباب أمة علمت الغاية من هذه الدنيا وهذا الخلق، ثم تجدهم يقلدون أولئك في غلوهم هذا. وأخيرا أخطر ما في مجتمعهم نقطة تتعلق مباشرة بالعقيدة، وهي أنه مجتمع نشأ على بقايا النصرانية، الذي أعنيه تحديدا أن تصورهم عن مفهوم الدين لا يوجد فيه علم حديث ولا فقه ولا أصول استدلال ولا قواعد وضوابط، لذا الذي يفهمونه حينما يسمعون أحكاما دينية عندهم لا يتعدى في أذهانهم سماع مجرد أذواق وآراء لرجال الكنيسة بلا مناقشة ولا تبرير ولا برهنة. ولذلك هذه التصورات عندهم أدت إلى تحول مفهوم التدين عموما إلى ممارسة طقوس فحسب. فالمقصود أن هذا المجتمع فيه ردة فعل نفسية وتحامل تجاه الأديان عموما، تلقائيا هناك تسفيه لما يعتقده المتدين، لأنها في نظرهم ليست بشيء، هي مجرد تكهنات وهرطقات ومزاج متوارث لا أكثر. هذا حالهم وهذا موقفهم من الأديان عموما، شيء يندى له الجبين. ولا تنسى أن الإسلام خاصة يتعرض أصلا لحملات تشويه ممنهجة، فباختصار هذا المجتمع ودوله في قعر التخلف، وما الهجرة إليهم إلا ضرب من السفه والله. وإن زعمت أنك صلب وستكون ثابت على دينك، فهذه الكوارث تدخل البيوت، شئت أم أبيت سيروج حسن هذه النقاط الكارثية لأطفالك، سيبررون لهم كوارث مجتمعهم في ألطف الحيل والعبارات التي تتخيلها. مهما كان عالمك أخضر ستطل عليهم لا محالة، ستطل عليهم من نافذة تعجز أنت عن إغلاقها إلا أن يشاء الله. أنا هنا أتكلم عن طبقة أطفالك المباشرين، أما عن طبقة الأحفاد فهذا سيكون مجتمعهم، سيجدوا أنفسهم أنصاف غربيين، جزء كبير من ثقافتهم مرجعه هذا المجتمع البائس، وحينها سيحاولون الاندماج والانصهار منذ الصغر، سيكون هذا أمرا طبيعيا وتلقائي. ويا أخي قلما ينجو من ذلك أحد إلا أن يشاء الله، أكثرهم سيكون تحت تطبيع ناعم مع ثقافة وزبالات هذا المجتمع. طبعا أخي هذا في أحسن الأحوال، وإلا فسلطة اليمين وخطابه التحريضي ترتفع في كل أصقاع أوروبا حاليا، ينتشر لا على هيئة أفراد بل ينتشر على هيئة تجمعات رسمية لهم كلمة مسموعة ووصول للمناصب المؤثرة، ويعمل تحت هذا الغطاء كثير من التجار والعصابات والمتعصبين، وهؤلاء لن ينتظروا أحفادك ولن يصبروا عليك ولا على أولادك ولا على زوجك، بل يأخذونهم الآن. فرج الله عمن ابتلي بهذا السبي، هذا سبي معاصر، وما ينقله بعض الإعلاميين النبلاء لا يكاد يحتمل، اسمع وشاهد هذا بنفسك. يعني همات الدنيا أكثر من عياله يبقى يتوكل على الله. يعني أنا في بريطانيا عايشة في أكبر مدينة مسلمة برمنغهام، أكبر جالية مسلمة في أوروبا، وبقول لك مش هينفع، حتى هناك مش هينفع، البيئة هتكون أقوى منك. كلنا في الغرب عارفين حاجة، عيالك مش ليك. بل لدرجة أن بعض المسلمين اللي هناك كانوا يصفون بعض المسؤولين هناك أن ده النجاشي. انكشف كل هذا مع أزمات الأطفال وأزمة أوكرانيا والأزمات. فرج الله عن المسلمين هناك، وهذه والله عظة وعبرة، هذا أوان هدم هذا الصنم في القلوب، هذا أوان إشعال فتيل الولاء والبراء. لا بد أن نعي ضرورة التواجد في بيئة إيمانية ولو خف مع ذلك رفاه الدنيا. سبحان الله، ألم نقرأ قوله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لا تجعلني منهم وبينهم فيصيبني العذاب. ومن ذلك أن يكون المرء في وسط طيب وأن لا يكون في بيئة فاسدة بالكفر، والكافرون هم الظالمون. وكذلك الشأن في بيئة البدع والمعاصي، الشريعة تقصد إلى ترك هذه البيئات وهجرانها، وتحثك على مصاحبة الصالحين، فما بالك بالهجرة والسكنة في بلاد الكفر من غير ضرورة ولا حاجة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
فأخذ توحيد أن تكون بينهم وتحت سلطتهم، هذا أشد وأعظم. أخي توحيدك يدفعك دفعا لمفارقة الباطل، وأن تكون ما استطعت في بيئة عقيدة صافية وبيئة توالي على الإيمان. مقام المرء بين ظهراني الكفار مظنة قوية لأن يرق الدين ويضعف اليقين. يكفيك أن من تعود على رؤيتهم في تلك المخازي في مجتمعاته، هذه إن تعود على رؤيتها ألفها قلبه وبرد في قلبه حرارة إنكارها شيئا فشيئا بحسبه، وهكذا حتى تقسو القلوب ويختم عليها والعياذ بالله. فالأمر ليس بالهين، الأمر وبال على صاحبه. فإن قيل أليس عندهم أمور إيجابية وأمورهم أفضل فيها من المسلمين؟ نعم نعم أخي، لا يعدمون الخير، يعني قد يكون بعض المسلمين هم أسوأ في جوانب معينة من بعض الكفار، لكن أن يقال هذه دول متقدمة دول متحضرة فلا. نظافة الشوارع وتسفيت الطرق وقوة البنية التحتية وارتفاع الرواتب وجمال العمارة، كل هذه الأمور التي غايتها أن تكون وسائل وتحسينات تنعدم فائدتها إذا ضيع الإنسان غاية وجوده أو عاش تحت عقيدة فاسدة وغاية فاسدة. فيا أخي التوحيد، أكثر ما تراه من خير عندهم لا يتعدى قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الذي سمعت صفتهم، وأنت لست كذلك، أنت تنتسب إلى الإسلام العظيم، أنت دينك يكشف لك أن الدنيا لا قيمة لها إن لم تكن معبرا للآخرة. أنت نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم لم يبنوا أهرامات ولا بنوا برج إيفل ولا مدن إعلامية ولا كنز الذهب أكواما أكواما، ومع ذلك أنت تؤمن أنهم خير أمة أخرجت للناس، وما ذلك إلا لأجل عقيدتهم وإيمانهم وتأديتهم حق ربهم أحسن الأداء. كانوا موحدين حقا فكانوا الأعلى حقا، وكذلك لذلك فكن، كن أنت الأعلى إن أنت استقمت وآمنت. ما قيمة من يتقدم ماديا وهو غافل عن الآخر؟ يا أخي لا شيء عند الكافر يرف لأجله جفن موحد. سبحان الله، ألم نقرأ قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا سقاية الحاج والعناية بالمسجد الحرام كفعل مجرد، مع أن هذه الأعمال ظاهرها الخير والنفع للخلق، ومع ذلك لم تستوي مع الإيمان والتوحيد والقيام بحق هذا التوحيد. فارفع رأسك يا من وحدت الله، ارفع رأسك، الله يكرمك ويمن عليك بأعظم النعم، توحيد رب العالمين. ثم أنت لا تستقم ولا تقدر ذلك وتلهث وراء عوالم افتراضية وفردوس أرضي. سبحان الله. وقبل أن ننتقل للقسم الثاني دعني أصارحك أخي، هناك نشاط إعلامي كبير منذ سنين وإلى يومنا هذا عبارة عن تجميل تلو تجميل للحال الغربي، وحتى في اليوتيوب ما زال هذا مستمرا. كل هذا أدى بنا إلى هذا الحلم الواهم، نصب هذا الحلم في القلوب ونفخه وسمنه للأسف الشديد، ولا نزال نرى هذا التضخيم لإنجازاتهم الدنيوية والرفاه المادي الذي وصلوا إليه، طبعا مع زرع الصورة النمطية لديار المسلمين أنها أدنى الديار في كل شيء. وللأسف هذا الصنم لما عظم في القلوب كان له الأثر الكبير على أجيال المسلمين. تكلمنا عن خطورة المجتمع الغربي على من يهاجر إليهم، لكن الحقيقة المرة أن هذه الفتنة لن تنتظرك حتى تهاجر إلى بلادهم. هذا التغريب حاضر اليوم في بلاد المسلمين، نعم لا يقارن أثره هنا بأثره حينما تكون بين أظهرهم، لكنه كذلك لا يستهان به، ولا بد أن نحذر من أثره على النفس وعلى الذرية. للأسف في ديار المسلمين نرى من بني جلدتنا من يعبد الغرب، عبيد التغريب، وهناك من تأثر بهم كثيرا وهناك من تأثر قليلا. بل إذا فتحت عينيك جيدا سترى أن هذه الفتنة لم تقتصر على عوام المسلمين، بل طالت النخب، للأسف طال هذا أهل الديانة كذا، وهذا الأمر ليس خافيا، يرى عيانا والله المستعان. ترى وتسمع من إذا جاءه شيء من أمر الغرب رضي واستحسن، وإلا سخط ورفض واستهان حتى لو جاء هذا من الوحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. ترى من أدخل في منظومة آماله وأهدافه وأمانيه استنساخ المجتمع الغربي والرقي الغربي المزعوم وتقليده بحذافيره. ترى وتسمع من يحدد حسن الأمور وقبيحها بالنظر إلى الحال الغربي، جعل الغرب هم المعيار. ترى وتسمع من جعل قدر اهتمامه بشؤون المسلمين والأذى الذي يصيبهم راجع إلى اهتمام الغرب بهم، فإذا أقام الغرب الدنيا لأجل حرب كذا أو موت فلان وعلان نشط هو وفاضت أحاسيسه، وإذا تغافل الغرب وأهملوا قضية ما قلدهم حتى في أحاسيسهم حذو القذة بالقذة. ترى من جعل معاملته مع مخالفه في العقيدة
متروك إلى تقدير الرجل الغربي، فإذا لان الغرب لان هو، وإذا اشتد الغرب اشتد هو. ترى وتسمع من يجعل نصوص كيد الكفار بالإسلام وأهله محل استشكال واستغراب، ويبدأ بالتأويل محاولا تبرئة الكفار اليوم من هذه التهمة لأنهم متحضرون ومنزهون عن هذا الحال. ترى وتسمع من إذا نقل له شيء من أحوال الصحابة والتابعين قابل ذلك بالاستغناء والتندر والاستخفاف، إذا ما كان هذا الحال على خلاف الحال الغربي اليوم. هذا الواقع، هذا الواقع المر. ترى وتسمع من إذا بلغه شيء من فتاوى العلماء واجتهاداته وقف حتى يطالع البحوث الأكاديمية الغربية. ترى وتسمع أطروحات إصلاحية تقوم على التلفيق بين الفكر الغربي والطرح الشرعي، أملا أن يكون هذا هو طريق الإصلاح والنهضة للأمة. وليس الأمر كذلك، لكن هم لا يعرفون من النهضة سوى الوصول إلى الحال المادي الذي عليه الغرب اليوم. وأنا لا أتكلم عن أشخاص بتوجهات علمانية بحتة، بل أتكلم عن أحزاب وحركات إسلامية أنشأت أجيالا على هذا المفهوم المغلوط، وغاية الأماني والأمل عندهم أن نقيم في ديار الإسلام حضارة مادية كحضارة الغرب اليوم. ترى وتسمع حتى في دائرة النقد الفقهي بين أهل الإسلام أقواما ليس لهم شغل إلا أبحاث إباحة المعازف وندف الحواجب وعمليات التجميل، كأنما عكفوا على إنتاج إسلام يقبله سيدهم الغربي، لأن الشائع بيننا في أحكام هذه الأمور على خلاف الذوق الغربي. ترى وتسمع أخي حتى في باب ترويح المسلم عن نفسه أن الغلو في اللهو الذي يغرق به الشاب الغربي اليوم غدا بيننا نحن في ديار الإسلام هو الأمر الطبيعي. كيف أنت تقضي شبابك ولم تشاهد أنمي، ولا تتابع نتفليكس، ولا تعرف عالم مارفل مثلا، ولا تعرف آخر أفلام تارنتينو؟ هذا الحال غير مقبول الآن، هذا الحال بين الشباب اليوم غير مقبول، غير طبيعي. وما زلت أقول يتحمل هذا كل داعية إلى هذا اللغو الفارغ. أخ التوحيد، التطبيع مع سلوكهم الترفيهي لا يقل خطورة عن التطبيع مع سلوكهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فلا بد أن نعي هذا جيد، وهو واقع مر للأسف الشديد. فأما أنا أن يهدم هذا الصنم في القلوب؟ أما أنا أخي أن تحمل معول هدم هذا الصنم فتنقذ من حولك من الانبهار به؟ صنم الغرب، الأمة تحتاج إليك، الأمة تحتاج رجالها. ولعلي أطلت أخي، لكن أجد من الضروري أن أهمس في أذنك تنبيها أخيرا. هذا الصنم اليوم يحاول لبس حلة جديدة، صنم الغرب هذا ما عاد غربيا. الموضة الآن الجديدة أن يأتيك هذا الصنم ويقول لك هذه قيم عالمية، هذه قيم عامة اتفق عليها جميع الناس في عصر التكنولوجيا والتقدم فاتبعها. يعني كل ما قاءه هذا المجتمع الغربي يسوق الآن لك على أنه ثقافة عالمية ولا يخالف فيها إلا نصوص وحيك أيها المسلم. وكم فرحت ولما وجدت بعض الباحثين ينبه على هذا الخطاب الجديد لهذا الصنم. التعددين بيقول لك لا لا لا، أعوذ بالله، إحنا الليبرالية التعددية بنحترم كل ثقافات الأرض، وإن الكلام بتاع حقوق الإنسان ده غير خاص بالغرب، دي حقوق إنسانية اجتمع عليها كافة البشر وقالها كافة وقالها نخبة العقول وبتاع. تشوف نخبة العقول دي تلاقيها فين؟ صدفة في أمريكا وفي أوروبا ومن وافقهم من باقي الدول. ما هو يروح يقول لك إيه أمريكا وأوروبا بس؟ أعوذ بالله، ما عندك نوال السعدية في مصر بتقولها الحقوق دي، يبقى في واحدة مسلمة مصرية هي بتقولها، ما عندك فلان في إيران بيقولها، ما عندك. طب ما يا ابني كل دول بيعبدوك أصلا، ما كل دول علمانيين زيكم، كل دول بيعبدوا الغرب. فهو بينقي الموضوع عامل إزاي؟ بينقي عقول من كافة الثقافات اللي هي تكون متوافقة وبتعبد الغرب. المقصود أخي أن هذه الأصنام الفكرية تلبس في كل زمن حلة جديدة ينبهر بها الناس فيتشوه توحيدهم وتخفت عقيدتهم ويتبدل دينهم، فحينئذ تحتاج الأمة رجالها. فيا أخ التوحيد، قف على هذه الثغور، اسعى أن تكون أنت وولدك في بيئة توحيد وإيمان، واجلس عند العلماء وطالع كتبهم وتعلم التوحيد وتعلم ما يناقضه لتنقذ نفسك وتنقذ غيرك. الأمة اليوم تحتاج رجالها، فدع عنك الكسل واللهو وجد واجتهد واستعن بالله ولا تعجز. وأما أنت أخي يا من هاجر بالفعل وابتلي بهذا البلاء العظيم، فرج الله عنك وأعاد إليك أبناءك وأبناء المسلمين. إياكم أن تبيتوا ليلتكم هذه حتى تنوي الرجوع إلى ديار المسلمين، فهذه النية هي الخطوة الأولى لكل الحلول التي تذكر لك. أنتم هناك في مواجهة بينكم وبين المدارس، في مواجهة بينكم وبين المجتمع، في مواجهة بينكم وبين إعلامهم سواء الترفيهي أو الجاد. فأول خطوة ألا تبيتوا ليلتكم هذه إلا بنية الرجوع. وأنا أعلم أن بعضا منكم هاجر قصرا أو مضطرا أو لحاجة معتبرة، لكن مع ذلك استحضر دائما أنك ذاهب بقدر ما يحقق الحاجة وبقدر ما يرفع الضرورة، ناويا الرجوع متى قويت وتمكن. استحضر هذا دائما وعلمه زوجك وذريتك. فرج الله عنكم وأكف المسلمين، ترفع لله جل وعلا، تدعو لكم بالفرج والثبات، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القسم الثاني الذي عادة ما أعرض فيه بعض المقاطع الرائجة وأعلق عليها سريعا، لكن هذه المرة سأكتفي بمقطع واحد. مش مهم، المهم إن كنا مسلمين وكنا عند الله زي بعض. الله خلقنا مختلفين عشان نتعارف. أنا بحب إني مسلم عشان أي مسلم بلاقيه في اليابان على السريع بصير صاحبه من وين ما كان. أنا عندي أصحاب من سريلانكا واليابانيين ومن اليمن ومن ماليزيا كثير كثير. بسرعة بنصير أصحاب عشان في أشياء كثير مشتركة وزي بعض. والله حكى كل المسلمين إخوة. مع السلامة. ما شاء الله ما شاء الله، هذه العائلة الكريمة بهذه المعاني أثلجت صدري والله. فهذا التثبيت والتعليم لأبناء الموحدين في ديار المشركين هو ما ينبغي، هذا الحرص هو المطلوب، التذكير بالأخوة الدينية الإسلامية وعدم الوقوع في فخ الأخوة الإنسانية المتعالية على الأديان، هذا خير كثير في بلاد المهجر. فالحمد لله، ثبتك الله وجزاك الله خيرا يا أبا علي والعائلة الكريمة. وإن كنت ما زلت أناشد كل مهاجر صالحا كان أو طالح بالرجوع والسكنى في ديار الإسلام، الشرق من غير بلاد المسلمين لا يقل خطورة عن الغرب لغياب الوحي فيهم، فالعاقل لا يعرض نفسه للفتن مهما كان في تلك الديار من توسيع اقتصادي أو نعيم أو رفاه، لكن هناك كوارث وقد سبق الحديث عن ذلك. مش واو ما شاء الله، واو مش واو ما شاء الله، ما شاء الله. مشاهدة حال هذه الذرية تثلج الصدور. ثبتهم الله وثبتكم وأقر الله عيونكم بعلي ونوح، كنتم حالة تقليبي بين قنوات المنصهرين والمفتونين كالنقطة البيضاء في عالم اليوتيوب الأسود هذا. فالحمد لله، أحببت أن أختم بكم هذا الحديث عن صنم الغرب المنصوب في القلوب وأقول هناك خير، جزاكم الله خيرا وزادكم تمسكا بهذا الدين العظيم في تلك الديار، ويسر الله لكم إتمام حسن الحال بالرجوع والسكنى بين المسلمين في مجتمعهم وتحت سلطتهم. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.